أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة اجتماع الإرادة الحكومية والنيابية على تطبيق القانون، سيما بعد تفعيل قرار حجز المركبات على بعض المخالفات. وعن توقعه بعودته إلى الصف الحكومي قال العزب إنه سيدعم الحكومة سواء أكان داخل التشكيل أم خارجه. التشكيل هو بيد سمو أمير البلاد المفدى وبطبعا ترشيحات سمو رئيس مجلس الوزراء، وسواء دخلنا هذا التشكيل أو لم ندخل نحن نعتقد بأننا خدمنا ما استطعنا أن نقدمه وانتهينا من أو بدأنا من حيث انتهى الآخرين، وإن شاء الله سواء كنا بهذا التشكيل أو بغيره سندعم الحكومة في قادم الأيام. نحن والحمد لله ننعم في قائد يعني الإنسانية، نحن ننعم أيضا بحنكة وهم الأباء المؤسسين الذين وضعوا وساهموا في لبنات هذا الدستور، وبالتالي هو يعلم تماما من متى يستخدم الأدوات الدستورية لضبط العلاقة بين السلطات. نحن والنواب يعني دائما نريد تطبيق القانون، والقضية مرتبطة بمعالي وزير الداخلية وبالإجراءات في وزارة الداخلية، وبدون أدنى شك نحن لا نطبق قانون خارج سياق القوانين الأخرى في العالم، ولكن بالأخير الأمر مرتبط بوزير الداخلية وبإجراءاتهم وما يرونه، لأن الإحصائيات لديهم والحوادث موجودة وغيرها من الأمور، والناس تعلم ذلك تماما.